السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم عن التهيئة الخارجية تاع ملعب براقي اللي فيه يعني وضع لي بانو سينياليزاسيون وكل يعني الاحتياجات تاع ما يحتاجه خاصة المتفرجين ولي باركينغ وكذا وحتى مناطق تاع الاخضرار. والملفت للانتباه هو انه الملعب تاع الصاد ريبليك من تاع التدريبات الجواري انتهت الاشغال به، وحتى وضع يعني الغازون العشب الطبيعي يعني انتهت الاشغال كلية، وكذلك تهيئه منطقه لهبوط طائرات الهليكوبتر بالقرب من ملعب الراقي. اذا ونخليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.